مرحبا شباب. الحقيقة عم يجيني أسئلة كتير عن كيف تعرف شو هي التوكن وين مبنية على أي بلاتفورم، تمام؟ يعني بالأحرى حتى يقدروا الأشخاص يعرفوا بأي محفظة يخزنوا العملة أو التوكن. أنا حابين يعرفوا هل هي مثلا مبنية على الإثيريوم، مبنية على النيو، مبنية على أردور، على أي بلاتفورم من العملات اللي حكينا عنه من قبل. الحقيقة في طريقة كتير بسيطة لمعرفة هذا الشيء، أخبركم عنها بهذا الفيديو على السريع. بتروح على coinmarketcap.com، تكتب اسم العملة، السعر اللي بيطلع لك مباشرة تحت اسم العملة بيطلع لك سعرها بالبيتكوين، وإذا طلع لك سعرها بالإثيريوم فهي بتكون مبنية على الإثيريوم، إذا طلع لك سعرها بالنيو فهي بتكون مبنية على النيو، طلع لك سعرها بالنكست فهي مبنية على النكست. إذا شو ما كان العملة الثانية اللي طلعت تحت البيتكوين فمعناتها هيدي العملة مبنية عليها، ما بتروح بتدور على المحفظة تاعت هيدي العملة وبتخزنها فيها، أوكي؟ إذا كانت بس بيتكوين محطوط السعر فقط بيتكوين، معناتها هي عندها البلوك تشين الخاص فيها، عندها الشبكة تاعتها الخاصة فيها، بتكون لها محفظة خاصة فيها، بتروح على موقع العملة وبتنزلها، تمام؟ بتكون وقتها صارت كوين وليست توكن، أوكي؟ إذا هي ببساطة كيف تقدر تعرف التوكن على شو مبنية، وبالتالي فيك تعرف شو اللي مبني على الإثيريوم، تستخدم الماي إثير وولت تخزنهم أو أي محفظة إثيريوم تانية، أوكي؟ يلا، يعطيكم العافية، سلام.